العالم كله كله الحقيقة بينعي نيلسون مانديلا، رجل عظيم قاد بلاده إلى مرحلة أفضل، قاد شعبه إلى حرية. 27 سنة قضاها داخل السجون، لكنه استطاع بعد أن خرج من السجن، وأعتقد أن هي دي عبقرية مانديلا. لم تكن عبقرية مانديلا في كفاحه بس ضد النظام العنصري أو نظام الأبرتايد، نظام الأقلية البيضاء اللي كان بيعصف بحقوق الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا، لكن عبقرية مانديلا أنه خرج بعد 27 سنة من السجن متسامحا. هنا العبقرية اللي لازم نقف أمامها كلنا، وبقول لنفسي وبقول لكل الناس، هذا التسامح في هذا الرجل أنه يخرج بعد 27 سنة سجن متسامحا، مستعد للجلوس مع الآخر، قادرا أن يقبل الآخر، بل أن يتنازل من أجل الآخر. وتنازل مانديلا وقبل حلول وسط كثيرة، انتخابات كان فيها عليها شكوك لكن قبلها، حقوق لأقلية بيضاء وحقوق اقتصادية وأماكن في حياتهم لم يغيرها. مانديلا هو اللي قال أننا لن ننسى، we can forgive but not forget، لن ننسى لكننا سنسامح. فكرة انك تقدر تسامح، ما تنساش ما فعله الاخر بك، لكنك تستطيع ان تسامح. دي كانت عبقرية مانديلا، وهذا ما انقذ جنوب افريقيا، قدرته على التسامح، قدرته على انه يمد يده للاخر، الاخر اللي قتله، واللي الحقيقه يعني تسامح في الدم، والدم ده ما كانش قليل، لان ما ارتكب من افعال ومن جرائم عنصريه ضد اهل جنوب افريقيا من السود كان يعني من الجرائم العظمى، لكنه قدر يسامح وقدر يمد ايده، واصبح اول رئيس اسود في هذا الحكم الجديد لكل جنوب افريقيا، ووقف في يعني المباراه الشهيره للركبي، وكانت هذه الرياضة مسيطرة عليها من الأقلية البيضاء، وإدى الكاس لرئيس الفريق، الكابتن الفريق، فريق الرجبي، ودي كانت يعني إشارة واضحة لتغير العلاقة، لكنه قبل الآخر. بوجه كلامي هذا الكلام، وهذه يعني لما نشوف مانديلا ونتعلم منه، هو ده السؤال لازم نسأله لأنفسنا، هل احنا مستعدين لتحمل الاخر، قبول الاخر، اننا نجلس ونكون نقدر نتسامح مع بعضنا البعض، لكن الاخر ايضا اعترف باخطائه، والاخر ايضا اعتذر عن الدم، والاخر ايضا كان مستعد ان يصل الى منتصف الطريق، خاصه وان العالم كله رفض كل هذا الاداء العنصري من جنوب افريقيا ومن حكومه الاقليه البيضاء في جنوب افريقيا. اعتقد ان هذه كانت عبقريه مانديلا اكثر من اي شيء اخر، اكثر من تحمله السجن، ولكن عبقريته كانت في هذا التسامح اللي كان داخل مانديلا، وده الدرس الحقيقه اللي احنا كمصريين لازم نتعلمه، كيف نقبل الاخر.